نظرة عن قرب لما يحدث في تونس والشارع التونسي مع ضيفنا عبر الهاتف من تونس الشقيقة الأستاذ باسل الترجمان المحلل السياسي التونسي. أستاذ باسل مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا. أستاذ باسل، يعني المستجدات الأخيرة اليوم سواء من اللقاءات والاستقبالات اللي كان استقبلها الرئيس قيس سعيد من الجزائر، من المغرب، من الاتحاد الأفريقي، أو حتى من الداخل التونسي، الاتحاد العام للشغل واتحاد المهن والتجارة أو الصناعة والتجارة، كيف ترى يعني ما يطمئن من هذه اللقاءات وما خرج منها؟ يعني في البداية على المستوى العلاقات الدولية ودعم الأشقاء، فقد وصل تونس اليوم وزير خارجية الجزائري حاملا رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، وهذه الرسالة فيها تضامن وتأكيد على دعم تونس وموقفها ودعم موقف رئيس الجمهورية، وهذه الرسالة تعكس العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين. أيضا المغرب كان على خط الموضوع، ووصل وزير الخارجية المغربي يعني من أجل أن يظهر أن المغرب لا تقف مع طرف ضد طرف، خاصة نحن نعلم توجه الحكومة المغربية، ولكن موقف يعني ملك المغرب وموقف وزارة الخارجية المغربية واضح وصريح، يعني وأراد إبلاغه مباشرة للرئيس قيس سعيد بأن المغرب يدعم بكل قوة موقف الموقف التونسي، موقف الرئيس الجمهورية التونسي. على المستوى أيضا الاتحاد الأفريقي، أيضا هناك الكثير من المواقف الأوروبية الإيجابية جدا التي تتوالى. الأهم من ذلك هو الوضع الداخلي في تونس، حيث أقر قبل قليل رئيس الجمهورية جملة من القرارات الجديدة أعفى بموجبها كل يعني جل المستشاري وجل الكوادر العليا في رئاسة الحكومة، والتي كان جزء كبير منها يتبع حركة النهضة ويقومون بتنفيذ أدوار لخدمتها على حساب المصالح العامة، تم إعفائهم بالكامل. وبالتالي أيضا هنالك لقاءات جرت ليلة أمس واليوم مع ممثلين المنظمات المجتمع المدني وممثلين المنظمات الأساسية في تونس، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، الاتحاد العام للصناعة والتجارة، كل هؤلاء وصلتهم رسائل طمأنة كبيرة من رئيس الجمهورية بأنه هو حامي الدستور وحامي النظام في تونس، وأن هذا ما يجري اليوم هو عملية إنقاذ حقيقي من الهاوية التي أوصلت إليها سياسات اللامسؤولة لمنظومة الحكم السابقة التي على رأسها حركة النهضة. بالمقابل حركة النهضة أمس أصدرت بيانا، هذا البيان تضمن مرة أخرى وفي إطار نوع من الحماقة السياسية تهديدات وكل هذا، وقوبل بحالة من الانعزال السياسي، هنالك حالة عزلة سياسية لهذه الحركة، حتى أقرب المقربين لها بدأوا بالتخلي عنها والابتعاد عنها. كيف يراها الشارع؟ كيف يرى الشارع بيانات حركة النهضة سيد باسل؟ الشعبي والسياسي في تونس تظهر جلية داعمة لمواقف رئيس الجمهورية، وهذا نراه واضحا في تفاعل الشارع بشكل يومي مع قرارات الرئيس، والذين يطالبون الرئيس باتخاذ قرارات أسرع، لا يعلمون العاطفة الشعبية تريد أن يتحقق كل شيء كما يقال في يوم وليلة، ولكن لا يعرفوا أن تسير الدولة وإداراتها تحتاج إلى يعني إلى كثير. نحن الآن بعد 48 ساعة من قرارات اللي اتخذها الرئيس يوم 25 يوليو، وبالتالي تحتاج الأوضاع لبعض الوقت من أجل ترتيبها بشكل جيد وسليم. طيب سيد باسل، اتحاد الصناعة والتجارة اتحاد الصناعة والتجارة كان طلب من الرئيس قيس سعيد تشكيل حكومة غير حزبية، حكومة متخصصين والتكنوقراط، هل ترى بأن هذا الأمر ممكن، هذا الأمر مطروح، أم أنه برضو ستوجد في حالة من المحاصصة السياسية أو الحزبية؟ لم تكن هنالك حكومة محاصصات سياسية في هذه الحكومة، الحكومة القادمة هي حكومة مصغرة، هي حكومة ستقوم بعملية إنقاذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإعادة هيكل وتسيير شؤون الدولة. المشكلة في تونس أن الدولة أن المواطن فقد ثقته بمؤسسات الدولة، أن الموظفين فقدوا ثقتهم بمؤسسات الدولة، وأن مؤسسات الدولة فقدت ثقتها بموظفيها. اليوم يجب إعادة تفعيل كل ذلك، وهذا يحتاج إلى رجال هم أولا من أبناء هذا المشروع الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، والذين سيعملون ليلا نهار من أجل أن تنطلق يعني عملية إصلاح الأوضاع في تونس. ليس المجال حاليا بأي حال من الأحوال
لحكومة محاصصات سياسية، لأن الوضع الذي أوصل تونس إلى ما هو عليه هي المحاصصات السياسية وانعدام كفاءة السياسيين المتهورين والمراهقين سياسيا الذين اعتبروا أن الحكم غنيمة وأنهم سيحققون إنجازاتهم على حساب الشعب. طيب سيد باسل، هناك مطالبات شديدة من اتحاد المحامين التونسيين بفتح الملفات التي كان مسكوت عنها في الاغتيالات السياسية التي مارستها الجماعة الإرهابية في تونس، حركة النهضة والإخوان المسلمين، فيما يتعلق بقتل شكري بالعيد والبراهمي وعدد من القيادات والأفراد الأمنيين الشرطيين والعسكريين. هل ترى بأن هذا الملف سيفتح قريبا وستتخذ فيه إجراءات ضد قيادات والمنتمين إلى جماعة الإخوان في تونس؟ يعني لابد أن نبدأ في البداية، وهذه لحظة مهمة، أن نحيي بكل قوة فريق محامي الدفاع عن ملف اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي. فهؤلاء في ظل سيطرة حركة النهضة على القضاء وفي ظل ترتيع القضاة استطاعت كشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة الذي ساهم في اغتيال محمد البراهمي وشكري بالعيد. هذا الإنجاز العظيم لهؤلاء كان أي هو بوابة ستقود لكشف كل حقائق الاغتيالات والعمليات الإرهابية وذبح الجنود وكل هذه القضايا التي ورط فيها هذا الجهاز السري. خوف ورعب أعضاء في النهضة من كشف الحقائق يعكس أنهم خائفون من كشف الحقيقة. لا يوجد شخص يخاف من كشف الحقيقة إلا المورط بالجرائم والمورط بالقضايا الخطيرة. هذه هي القضية اليوم، وباعتقادي أن قرار عمادة المحامين، نقابة المحامين والدعم والحقائق التي كشفها فريق الدفاع عن ملف الاغتيالات سيكون حجر أساس وحجر زاوية في كشف كل ما تورط به هؤلاء في دعم الإرهاب وتورطهم في تسهيل عمليات وارتكاب هذه الدعم. ولكن ما هي الضمانات يعني ألا يفر هؤلاء من تونس؟ يعني لنا تجربة في مصر أن بعض من هؤلاء يعني اختفى، يعني بعد ما خرج الشعب المصري في 30/6 و3/7 بعض من قيادات الإخوان هربت، في منهم اللي لبس نقاب ومنهم اللي غير شكله وصبغ شعره وهرب. هل ترى بأن هذا الأمر هناك تحوط ألا يحدث هذا الأمر في تونس؟ نعم بالتأكيد، يعني هي نحن دائما، وهذا هذه قضية يعرفها الجميع، أن الدول تتعلم من تجارب الدول الأخرى، ومصر سبقتنا في هذه التجربة. اليوم هنالك قوائم بمئات الأسماء في مطارات تونس ومناطق وحدودها، وهنالك منظومة إعلامية يعني جيدة جدا، لا يستطيع أي أحد اسمه موجود على قوائم الممنوعين من المغادرة أن يغادر تونس. بعض الأطراف أشخاص حاولوا مع عائلاتهم المغادرة حتى ضمن إطار رحلات سياحية، تم منعهم وإعادتهم ومنعهم من المغادرة. أعتقد أن هذا الموضوع لا يشكل قلقا بالنسبة لتونس، قد يختفوا داخل تونس، ولكن تونس ليست مصر بحجمها، تونس بلد صغير 160 ألف كيلومتر، فليس لديهم الكثير من الأماكن ليختفوا فيها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد باسل الترجمان المحلل السياسي التونسي والكاتب الصحفي التونسي، شكرا جزيلا لحضرتك، ويا رب يعني يحفظ أشقائنا في تونس. والمشاهد اللي حضراتكم شايفينها دي التفاف المواطنين من مساء أول أمس وحتى اليوم، يعني رغم طبعا حالة فرض حظر التجوال لإحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد، ولكن ده كان قبل فرض حظر التجوال بالأمس في تونس. شوفوا حضراتكم يعني سعادة الناس بهذه القرارات اللي كان أظهرها الرئيس قيس سعيد، وكأن بالفعل نفس الغمة اللي كانت على صدورنا جميعا وقت الإخوان والجماعة الإرهابية هي نفس الغمة ونفس الحجر التقيل اللي كان موجود على قلب أشقائنا في تونس. الناس دي خارجة عشان البلد، خارجة عشان الوطن. الجندي اللي كان واقف أمام البرلمان وبيقول لراشد الغنوشي يعني غير مسموح ليك بالدخول، أنا هنا واقف عشان أدافع عن الوطن. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين حالة الفرحة اللي موجودة، حالة شو حضراتكم يعني محاولة استدعاء أنصارهم حتى بقت بالفشل. الأستاذ باسل الترجمان نفسه هو بيقول لنا عدد من المقربين أو أعضاء حزب النهضة والمقربين للإخوان في تونس حتى تخلوا عنهم، أصبحوا الآن في حالة انعزال أو عزلة زي ما بيقول الأستاذ باسل، وكل المحاولات والبيانات للتهديد واضح أنها لن ترهب لا القيادة السياسية، لا الرئيس قيس سعيد، ولا كل من يتحمل المسؤولية في تونس سواء من الشرطة أو من الجيش في تونس، ولا حتى المواطنين اللي حضراتكم شايفين دلوقتي بالفعل بيحتفلوا بما حققوه
جنبا إلى جنب مع قيادتهم السياسية.